أنا الحقيقة طبعاً شايف حاجة صورة جميلة لشعب مصر. إحنا لما اتفقنا على في توأمة أو تعاون ما بين وزارة الصحة وما بين 57 كان كل هدفنا إن إحنا نستفيد من الفكر الموجود في 57. طب إذا كانت في مستشفى فعلاً مطورة أبعد عنها إزاي؟ لازم أرمي نفسي في حضنها عشان أخد منها زي ما بيقولوا النو هاو، الفكر والعلم. انتوا اخترقتوا كل بيت باللي انتوا بتعملوه بالمردود اللي الناس عارفاه ومحدش يقدر ينكره، وانا هبتدي بيكوا اول 20، انا اللي هالحقكوا بنفسي وانتوا تستاهلوا، وهتبقوا انتوا البدايه. ال20 دول هيلحقوا بكليه التمريض. مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.